وكان مراسلا الأخبار ومفاداها الحربيان أكدا أنه تم القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم وأدوات إجرامهم، إضافة إلى تفكيك عشرات العبوات الناسفة التي زرعوها في منازل المواطنين والطرقات داخل قرية البويضة الشرقية. وتم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة، بينها قذائف وصواريخ إسرائيلية الصنع وأخرى أمريكية وسراديب استخدمها الإرهابيون في عملياتهم الإجرامية والتخريبية. أثناء عمليات تفتيش وتمشيط للجيش العربي السوري تم العثور على وكر هام للمجموعات الإرهابية داخل بلدة البويضة الشرقية، وكما نشاهد كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة. سندخل مباشرة إلى النفق داخل الوكر، حيث كانت موجودة داخل النفق هذه الأسلحة والذخيرة كما نشاهد. إذا نرصد ونوثق إجرام العصابات الإرهابية. دخلنا إلى الوكر وهذا هو النفق، طبعا لنشاهد النفق اللي كان فيه كمية الأسلحة والذخيرة الموجودة خارج هذا الوكر، حيث كانت المجموعات الإرهابية تقوم باستخدام هذا السلاح والذخيرة للاعتداء وإرهاب المواطنين في بلدة البويضة الشرقية. كما نشاهد هذا النفق، يقوم بواسل الجيش العربي السوري حتى هذه اللحظة بإخراج الأسلحة والذخيرة من داخل الوكر. ساعات طويلة يقوم بواسل الجيش بإخراج هذه الأسلحة والذخيرة كما نشاهد. كما نشاهد بالصورة عصابات الإجرام في بلدة البويضة الشرقية كيف كانت تقوم بوضع الأسلحة والذخيرة داخل هذا النفق. أثناء تمشيط منطقة البويضة تم العثور على نفق وهو عبارة عن ملجأ وكان هو وكرا للمسلحين، ويوجد فيه عدد كبير من الأسلحة والذخائر كما ترون، وأهم هذه فهي هذه قذيفة هاون إسرائيلية الصنع. وهذا ليس بشيء غريب عن دعم الإسرائيليين والغربيين والأمريكيين ودول الخليج للمعارضة السورية من أجل تدمير سوريا للإرهابيين اللي عم يقوموا بقتل المواطنين والأعتداء على الجيش. إذن كما نشاهد الكتابة العبرية الواضحة، كتابة العبرية الواضحة الإسرائيلية على الكاميرا، هاون 60 ملم قاذف 29 نون مضاد دروع، قاذف 29 صاروخ لاو صاروخ حراري قاذف 29 نون، رشاش 12.7 و 14.5. خلينا شوي على الكاميرا. صواريخ حراري، حشوات قاذف B10 مضاد دروع ودبابات، حشوات قذائف قواذف مضاد للدروع، ألغام ميم دال مضادة للدبابات. هاي شو هاي قاذف B10. خلينا ناخذ على الكاميرا زميل مهند. اذا نحن بعدسه الزميل مهند ديب الذي يبذل جهود كبيره لايصال الصوره الى كل مشاهدي الفضائيه السوريه. قاذف B10 مضاد للدروع وقمنا ذخيره قناصات الناتو. هاي العبوية قناصات الناتو وذخيرة 23 مضادة للدروع والأفراد وللطائرات. وكما ترون أعداد كبيرة وكميات كبيرة من الذخيرة، ذخيرة 12.7 و 14.5. هاي الذخيرة 12 12.7 و 14.5. رشاشات دوشكا مضادة للطيران. في عندنا قاعدة كمان، قاعدة رشاش 12.7. سمحت كاميرا. قاعدة رشاش 14.5. كما ترون الرشاش موجود في النفق.
إذا نحن الآن في البويضة الشرقية، سنرصد أحد غرف العمليات للمجموعات الإرهابية داخل بلدة البويضة الشرقية. إذا سندخل إلى هذا الوكر وهو أحد مقرات العمليات الإرهابيين الهامة في بلدة البويضة الشرقية، كما نتابع هذه العبارات والكتابات بأول الوكر. إذا لنشاهد طبعا البويضة الشرقية هي آخر معاقل الإرهابيين. بهذا النصر يكون الجيش العربي السوري قد أنهى كل القرى ومدينة القصير من رجس الإرهابيين. إذا نتابع بالرصد وعبر كاميرا المركز الإخباري مقرات لعمليات الإرهابيين في البويضة الشرقية. هذا هو عبارة عن مستودع للأسلحة والذخيرة. إذا طبعا نحن نرصد بالكاميرا، ولكن هناك خطورة كبيرة نتيجة الألغام الموضوعة في الجهة المقابلة وبمحيط هذا المقر. إذا نحن بمحيط مقر عمليات الإرهابيين في بلدة البويضة الشرقية كما نشاهد. إذا أحد الأنفاق في محيط هذا المقر. إذا نتابع رصد مقر عمليات الإرهابيين في بلدة البويضة الشرقية، أيضا نفق آخر كما نشاهد بالعمق، هذا النفق الكبير الذي تم حفره من قبل الإرهابيين. إذا مقر عمليات كبير للمجموعات الإرهابية تم ضبطها من قبل وحدات الجيش العربي السوري للوقوف على آخر عمليات العسكرية للجيش العربي السوري في بلدة البويضة الشرقية. نقول لكم مبروك على هذا النصر. الله يبارك فيكم وأهلا وسهلا فيكم. تابعت القوات المسلحة أعمال القتالية ضد المجموعات الإرهابية المسلحة، فبعد المسعودية والصالحية قمنا صباح اليوم بمهاجمة قرط البويضة وهي آخر معقل للمجموعات الإرهابية المسلحة في ريف القصير الشمالي، وتمكننا خلال ساعات قليلة من السيطرة الكاملة على القرية وإعادة الأمن والاستقرار إلى القرية. والآن فينا نعلن القصير وريف القصير محرر وينبسط الأمان فيه بكافة أنحائه من المجموعات الإرهابية المسلحة، وسنلاحقهم وسنلاحق فلول الإرهابيين أينما وجدوا وأينما كانوا. لأخبار التلفزيون العربية السوري، معين درغام، البويضة الشرقية.